أكدت الأمم المتحدة ضرورة حماية المدنيين في غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، سواء غادروا أماكنهم أو بقوا فيها مع نزوح الآلاف هربا من الضربات الجوية للاحتلال الإسرائيلي. وقد أدت أوامر الإجلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي للسكان في رفح جنوب غزة إلى التهجير القسري لعشرات آلاف الأشخاص، الكثير منهم نزحوا عدة مرات خلال الأشهر السبعة الماضية.